السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي العلمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنبدأ مع بعضنا إن شاء الله النهاردة في دراسة الوحدة الأولى من مادة الفيزياء للصف الثالث، وهي عبارة عن الوحدة الأولى التي بتتحدث وبتتكلم عن الكهرباء الكهروستاتيكية. ومعنى كلمة الاستاتيكية عندي هنا وعليها أيضا الكهرباء الساكنة. الكهرباء الساكنة، فأصبح عندي هنا في معروف جديد إن في نوع من أنواع الكهرباء بسميها الكهرباء الساكنة، وفي عندي نوع آخر من الكهرباء بسميها الكهرباء التيارية أي المتحركة عندي هنا في هذه الحالة. قال لي يعني بمعنى هل أستطيع أن نستخدم هذه الكهرباء الساكنة أو الكهروستاتيكية في تشغيل الثلاجات أو الغسالات أو الكهرباء أو المراوح؟ طبعا ما بنستخدمش هذا النوع من أنواع الكهرباء اللي هي الكهرباء الساكنة في تشغيل هذه الأدوات، ولكن الذي نستخدم في تشغيل هذه الأدوات الكهربائية والمنزلية وعليها الكهرباء التارية زي المفتاح اللي موجود عندنا هنا، مفتاح المكيف، مفتاح المراوح، كل ده عبارة عن كهرباء وعليها كهرباء متحركة. إيه يعني كهرباء المتحركة أو التيارية؟ اللي هي عبارة عن نقول عليها التيار الكهربي. إيه هو تعريف التيار الكهربي؟ زي ما قبل ما نبدأ في الكهرباء الساكنة بنقول التيار الكهربي ده عبارة عن سيل ضخم من الشحنات الكهربية التي نطلق عليها اسم الالكترونات، وانت كما تعلم في الكيمياء ان الالكترون بتحمل شحنه كهربيه ايه؟ سالب. فالتيار الكهربي النهارده نقول تعريف التيار الكهربي هو عباره عن سيل ضخم من الشحنات الكهربيه السالبه والتي تسمى الالكترونات. اما بالنسبه للكهرباء الساكنه لها تعريف اخر. الكهرباء الساكنه هي عباره عن تراكم الشحنات الكهربائيه على الجسم المشحون دون انتقالها من مكان الى مكان اخر. ما امتى تنتقل من مكان الى مكان اخر؟ عند ملامستها لجسم ما. فعند ملامسه هذه الجسم ما لهذه الكهرباء التي تتولد على جسم فانها يحدث عمليه انتقال. طب كيف يمكن تولد الشحنات الساكنه؟ او كيف يمكن تولد الكهرباء الكهروستاتيكيه؟ أولدها إزاي؟ أو أحصل عليها إزاي؟ وإحنا أولاد صغار هديك بفكرك كده بحاجة صغيرة زمان، وإحنا أولاد صغار كنا دايماً بنستخدم المسطرة البلاستيكية، وكنا بنستخدم غير ما نعرف بقى حاجة كان مع كهرباء استاتيكية أو الكهرباء الساكنة، كنا بنستخدم مسطرة بلاستيكية وقطع صغيرة من الورق، قطع صغيرة من إيه؟ من الورق، وكنا بنستخدم هذه المسطرة قبل ما نقوم بعمل دلك. كنا بندلكها يا إما في شعر الرأس أو في أي قطعة قماش أو في البطلون اللي احنا كنا بنلبسه واحنا صغار. فإما عن طريق الدلك عن طريق الشعر، يبقى في هنا اسمها الاحتكاك. الاحتكاك نقول عليه عملية دلك في الشعر أو الاحتكاك في مثلا البنطلون بتاعي هنا. فده بينتج عن الاحتكاك، هنشوف دلوقتي بيغير من طبيعة سطح هذه المسطرة، وبيحصل زي ما انت شايف هنا تجاذب للكرات اللي هي الورق الى سطح البلاستيك. كنا بنعرف هذا الظاهر، يقول قطع صغيره من الورق بتنجذب وبتتحرك نحو قطعه المسطره البلاستيكيه، ولكن ما كناش بنفهم ايه سبب حدوث هذا الانجذاب. لماذا انجذبت كره او القطع الصغيره من الورق نحو المسطره البلاستيكيه؟ قبل الدلك كما تعلم لم نلاحظ ولم نشاهد أي حدوث عملية انجذاب بين قصاصات الورق وبين المسطرة. أما بعد الدلك أو بعد الاحتكاك يا إما بالشعر أو في الجسم بالنسبة للبنطلون قطعة قماش بنلاحظ عملية الانجذاب. يبقى هنا كانت تجربة بسيطة زمان كنا بنعملها وإحنا أولاد صغار، بنشوف انجذاب قصاصات الورق الصغيرة نحو المسطرة البلاستيكية. طب هل من الممكن دلوقتي أنا رحت ثالثة ثانوي ازاي احصل على الكهرباء وعليها الكهرباء الساكنه، او نشوف بعض التجارب توضح الكهرباء الساكنه؟ عشان اوضح هذه التجارب عندي هنا في هذه الحاله بنقول عندي الاحتكاك والشحن، وكلمه الاحتكاك ممكن استبدلها بكلمه اخرى او عمليه الدلك. يبقى عندي هنا عشان احصل على الكهرباء الساكنه بيبقى في عندي حاجتين نخلي بالنا منهم. ايه الحاجتين نقول عليهم؟ بيبقى في عندي ما يسمى بكلمه الدالك والمدلوك او الشاحن والمشحون. طيب ايه هي المواد اللي انا بستخدمها عشان احصل على هذا النوع من انواع الكهرباء الساكنه؟ بستخدم عندي نوعين من انواع الاجسام. النوع الاول عباره عن ساق زجاجيه
والنوع الثاني عبارة عن ساق من الأبونايت. يبقى دول النوعين الأساسيين عندي هنا في الفيزياء بالنسبة للكهرباء الساكنة. طب ادي نوع الأجسام اللي انا هدلكها او هشحنها بالكهربية. طب ما هو نوع الدالك المستخدم في عملية الدلك او عملية الاحتكاك؟ انا قلت لك كلمة الاحتكاك او كلمة مين؟ الدلك. بستخدم عندي هنا في مادتين، نوعين مختلفين من القماش، يا اما قطعة من الحرير والقطعة التانية بتبقى من الصوف. يبقى دول عبارة عن نقول عليهم مين؟ الدوالك او الدالكة، ودول بقول عليهم المدلوك او المشحون اللي انا عايز اكون عليه او اخليه يكتسب شحنة كهربية بس بعملية مين؟ الدلك. طب ايه هي بقى التجارب اللي انا بقول عليها عندي هنا؟ تجارب توضح الكهرباء الساكنة. نمسك تجربة تجربة كده بسرعة. انا عندي في الكتاب 6 تجارب. في الكتاب عندي في اول صفحتين في عندي 3 على ايد اليمين و3 تجارب على ايد اليسار اللي هم موجودين عندي في الكتاب. نمسك اول حاجة من اللي قلنا عليهم. بيبقى عندي في الكتاب ساق من الزجاج، كاتب لك ساق من الزجاج، وعندي كرة من البيلسان اسمها كرة نخاع البيلسان او كرة من البيلسان، عبارة عن كرة خفيفة جدا معلقة بخيط، والخيط ده مثبت في حامل. طب الخطوة الأولى بعمل إيه؟ الخطوة الأولى إن أنا باجي أغرب هذه الساق الزجاجية من كرة البيلسان بالشكل ده وهي ساكنة، بقول بدون دلك بدون احتكاك. فأول كلمة النهاردة بقول إيه؟ الاحتكاك والشحن. يبقى أول حاجة بنقول 1 الاحتكاك وإيه؟ والشحن. يبقى لما نقرب ساق الزجاجية من كرة البيلسان هتلاحظ عندي هنا أقول لك لا نلاحظ أي شيء، لا تنجذب كرة البيلسان نحو مين؟ نحو الساق. لكن الخطوة الثانية بعمل إيه؟ باجي أمسك ساق الزجاج بالشكل ده وأجي بمسك الدالكة في إيدي اليسرى. يبقى في اليمنى بمسك الساق الزجاجية وفي اليسرى بمسك قطعة من القماش بقول عليها من الحرير، وأجي أقوم بعملية الدلك او عملية الاحتكاك. يبقى في هذه الحالة لما باجي ادلك ساق الزجاج بدلكة من الحرير واقربها من كرة البيلسان نلاحظ ما يلي ونشوف ايه اللي بص كده واضح عندي هنا في هذه الحالة كرة البيلسان انجذبت نحو مين؟ اديك شايف واضح الانجذاب جدا بين كرة البيلسان وبين الساق الزجاجية. يبقى هنا بنقول لماذا حدث هذا الانجذاب؟ لماذا حدث هذا؟ حدث الانجذاب هقول نتيجة حدوث تولد شحنات كهربائية على الساق الزجاجية بسبب عملية الدلك. طب لماذا؟ لماذا هقول لك؟ لأن في الخطوة الأولى لما قربت الساق بدون عملية الدلك لم نلاحظ أي شيء. لكن بعد ما قمنا بعملية الدلك لاحظنا ان كرة البيلسان قد انجذبت. يبقى اصبح هنا في تغير في طبيعة السطح نشأت على سطح الزجاج، وايضا حصل تغير في طبيعة سطح قطعة القماش. ففي واحد منهم بنقول حصل في فقط شحنات وفي واحد تاني اكتسب شحنات. يبقى دايما في هذه العملية الدلك في جسم يفقد وفي جسم يكتسب، واللي بيفقد او بيكتسب عندي هنا في هذه الحالة هو عبارة عن الكترونات. عبارة عن مين؟ الكترونات. يا اما نقول زي ما نشوف دلوقتي بالنسبة للنوع التاني من انواع الثقال اللي احنا بنتكلم عليها، النوع التاني اسمه ساق من الابونايت. ساق الابونايت ده باجي برضو قبل عملية الدلك باجي اقربه من مين؟ من كرة البيلسان، ونشاهد لا شيء، ما فيش اي انجذاب ما بين الكرة وبين ساق الابونايت. طب الخطوة الثانية برضه هنقوم بعملية مين؟ نقوم بعملية الدلك والاحتكاك، لان انا بقول ايه؟ الاحتكاك والشحن، الاحتكاك والشحن او الدلك والشحن. بعمل عملية بالشكل ده واجي اقرب، شايف هنا اهو واضح جدا انجذاب كرة البيلسان نحو الساق. اصبح في هذه الحالة الكلام اللي انا قلته بالنسبة لمين؟ للزجاج، برضو هو بدل ما قرر تاني بيحدث مع مين؟ مع كرة البيلسان. حدوث انجذاب ما بين الكرة وبين الساق، نقول عليها ساق مين؟ الابونايت. يبقى هنا الاحتكاك بيعمل ايه يا شباب؟ الاحتكاك بيولد شحنات كهربائية على كل من ساق الابونايت وساق مين؟ ساق الزجاج. طب هنا السؤال بنقول طب لو كان عندي هنا
ساقين من الزجاج وساقين من الأبونايت، وبعدين دلكت كل منهما بدلكة من الحرير، والآخران دلكت كل منهما بدلكة من إيه؟ من الصوف، وقربت كل منهما من بعضها من بعض. يبقى ساق زجاج مشحونة بالشحنة كهربية مدلوكة بالحرير مع ساق أخرى أيضا مدلوكة بالحرير، وده بنعلقهم كده بالشكل ده عندي على السبورة. بعمل إيه؟ خليك معايا كده. باجي أجيب بقول عليها ساق من الزجاج، ساق من الزجاج مدلوكة بقطعة قماش من الحرير، وبقرب منها برضو في الحتة دي قدامها كده ساق من الزجاج مدلوك بمين؟ قطعة قماش من الحرير. يبقى هنا دلوقتي انا جبت هنا نفس النوع من السقان ونفس النوع من الدالكة، يبقى الدالكة من الحرير والسقان منين؟ من الزجاج، ودلكت الساق بالحرير والساق بالحرير. بلاحظ عندي هنا في هذا المشاهدة ان الساقين يحدث لهم عملية هنا ابتعاد، يبتعدوا عن بعضهم البعض بالشكل ده، يعني ما يحصلش انجذاب زي ما احنا شفناه. الانجذاب ده غير عكس عملية التنافر، ده بسميه عملية ايه؟ تباعد، او سميه تمين حدث تنافر. ده لما حطيت مين مع مين؟ ساق من الزجاج مدلوك الحرير مع ساق من الزجاج مدلوك من الحرير. هكرر نفس العملية مع سقان منين؟ من الأبونايت. يبقى هدلك الأولى بالصوف وهدلك الثانية بالصوف، علق واحدة وخلي الثانية ماسكها في اليد وقربها أيضا من الساق المعلقة في الخيط. يبقى الخطوة الثانية ده رقم 2، التجربة رقم 2، هجيب ساق من الأبونايت هقول عليه مدلوك بإيه؟ ساق من الأبونايت مدلوك بقطعة من الصوف، وهجيب أيضا ساق من الأبونايت مدلوك بالصوف. يبقى نفس المادتين هما أبونايت وأبونايت، نفس الدالكة هي، وعلقت أحد الساقين وتركت الثاني أمامه. لاحظت عندي هنا في هذه الحالة أيضا حدوث عملية تنافر ما بين الساقين. طب التجربة رقم 3، طب هعمل إيه؟ هغير بقى المرة دي. أغير إزاي؟ يعني أجيب ساق مدلوكة بالحرير والأيض الثاني ساق مدلوك بايه؟ بالصوف. هعلق واحد واقرب الثاني منه، يبقى دي التجربه رقم 3 عندي هنا في هذه الحاله. هقول 3 هعلق هنا ايا كان اي نوع من السقان. هقول مثلا ساق من الزجاج مدلوك بالحرير. هقرب منه عندي هنا في هذه الحاله هعمل ده بالدور الاحمر كده. وهقول هنا ساق من الأبونايت مدلوك بمين؟ بالصوف. في هذه الحالة أنا غيرت نوع المادة، مرة واحد من الزجاج والتاني من الأبونايت، وغيرت نوع الدالكة، يبقى الزجاج بالحرير والأبونايت عندي هنا بالصوف. هلاحظ عندي هنا في هذه الحالة اختلاف عن عملية التنافر. هلاحظ في هذه الحالة الاتنين دول يحصل لهم عملية تجاذب، يحصل فيهم عملية ايه؟ تجاذب. يبقى عندي هنا في هذا الحال عشان استنتج في النهاية الخلاصة والاستنتاج. ايه هي الخلاصة والاستنتاج؟ ان الاجسام الغير مدلوكة تكون متعادلة الشحنة. يعني ايه متعادلة الشحنة؟ يعني لا تحمل اي شحنة كهربية. يبقى عدد شحناتها الكهربية الموجبة تساوي عدد شحناتها الكهربية السلبية. يبقى الكلام ده على الزجاج، وايضا على مين؟ على الأبونايت. طيب، لكن بعد عملية الدلك بنقول يخرج كل منهما عن طبيعته، فتشحن الساق بشحنة كهربية عند دلكها بالحرير، وتشحن الأخرى وهي عبارة عن الأبونايت تشحن بشحنة كهربائية عند دلكها بإيه؟ بالصوف. طب إيه الانسنتاج اللي أنا استخلصه من التجربة اللي قدامي على الصبورة هنا في هذه الحالة؟ أن الأجسام المتشابهة المدلوكة بنفس نوع الدالكة،
يحصل لها عملية تنافر. أما الأجسام المختلفة المدلوكة بأنواع مختلفة من قطعة القماش والحرير اللي هو الصوف والحرير يحدثهم عملية مين؟ تجاذب. يبقى الخلاصة للاستنتاج أنا بقول أولا أن الاحتكاك، الاستنتاج الأول أن الاحتكاك يولد على المواد المختلفة نوعين مختلفين من الشحنات الكهربية. هذا الاستنتاج الأول. طب الاستنتاج الثاني، ما هي أنواع الشحنات الكهربية التي تتولد على كل من الزجاج والأبونايت؟ فبقول عند ذلك ساق من الزجاج بذلكة من الحرير، فيقوم الزجاج محمل بشحنة كهربية موجبة والحرير تتحمل بشحنة كهربية سالبة. إيه اللي حصل؟ أن الزجاج قد فقد إلكترونات وأن قطعة الحرير قد اكتسبت إلكترونات. الجسم الذي يفقد إلكترونات يتحمل بشحنة كهربية موجبة، والجسم الذي يكتسب إلكترونات يتحمل بشحنة كهربية سالبة. يبقى اللي يفقد إلكترونات على طول يبقى الموجب أكتر من السالب لأنه فقط، فأصبح الشحنات الموجبة اللي عليه أكتر من الشحنات الكهربية السالبة فيتحمل بشحنة كهربية موجبة. وبالنسبة للساق الأخرى وهي عبارة عن ساق من الأبونايت وقطعة قماش من الصوف، عند الدلك ألاحظ عندي هنا نوع الشحنة التي تتكون عن ساق الأبونايت تكون شحنة كهربية سالبة و قطعة الصوف تكون موجبة. يبقى مين اللي اكتسب ومين اللي فقد عندي في هذه الحالة؟ دايما نقول ان اللي يكتسب على طول يتحمل بشحنة كهربية، يبقى هنا ده اكتسب وده فقد. يبقى اللي اكتسب محمل بشحنة كهربية سالبة وهو عبارة عن ساق من الأبونات، واللي فقد يتحمل بشحنة كهربية مين؟ موجبة. النقطة الثالثة وعندي هنا في الأخيرة نقول أن الشحنات الكهربية المتشابهة، احنا قلنا الزجاج عليه شحنة كهربية تبقى مين؟ موجبة، وادي هنا موجب، يبقى موجب معجوب يديني تنافر. هنا الأبونايت دلكته مين؟ بالصوف، فأصبح الأبونايت محمل بشحنة كهربية سالبة، يبقى سالب مع سالب يديني أيضا عملية مين؟ ادي عملية تنافر. أما الخطوة الأخيرة عندنا في هذه الحالة، لما أجي أدلك ساق الأبونايت بالصوف اللي هو بيكون محمل بشحنة كهربية سالبة، وأجي أدلك ساق الزجاج المدلوك بالحرير محمل بشحنة كهربية موجبة، يحصل عملية تجاذب. يبقى القاعدة الثالثة الأولى عبارة عن إيه؟ أن الشحنات الكهربية المتشابهة مالها؟ تتنافر، والشحنات الكهربية المختلفة يحصل لها عملية إيه؟ تجاذب. يبقى من التجارب الاحتكاك والشحن أقدر أستنتج عندي ثلاث حاجات، أن الاحتكاك يولد على المواد المختلفة أو الأجسام المختلفة نوعين مختلفين من الشحنات الكهربية، أدي واحد. اثنين، عند ذلك ساق الزجاج بذلكة من الحرير يتحمل الساق الزجاج بشحنة كهربية موجبة وقطعة الحرير تتحمل بشحنة كهربية سالبة. الاستنتاج الثالث، عند ذلك ساق الأبونايت بذلكة من الصوف فنتحمل بشحنة كهربية سالبة وقطعة الصوف تتحمل بشحنة كهربية مين؟ موجبة. النقطة الرابعة، يبقى في عندي نوعين من أنواع الشحنات الكهربية، واحدة موجبة والأخرى سالبة. الاستنتاج الأخير أن الشحنات المتماثلة تتنافر وأن الشحنات المختلفة تتجاذب. وكده وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا النهاردة، وإن شاء الله نتابع في حصة قادمة بإذن الله.